تمام نكمل. طب انا عايز كل لايت من دول يتحرك، يعني يعمل زي ويجل كده، يعني يتحرك فوق تحت يمين شمال ورا قدام. تيجي ازاي؟ بي بوزيشن، هجيب بوزيشن لكله، بي، وهاجي هنا والت كليك واكتب ويجل. ده اكسبريشن. الرقم الاولاني التردد، الرقم الاولاني لو عالي هنلاقي اللايت بيتحرك بسرعه جدا، فانا عايز اعمله مثلا 0.2 بوينت مثلا 50، يعني هو يتحرك مرتين، او مثلا 0.2 كتردد، في بيتحرك مساحه 50 بكسل، هيبقى اللايت كده. شايفين؟ تمام ماشي. هروح لللايت، هكليك على اللايت واروح لإديت واقوم قايل له كوبي اكسبريشن اونلي، واكليك هنا واروح لإديت وهقول له كده كل اللايت هتتحرك تمام بنفس الاكسبريشن ده. طبعا هو مش صح، مش صح اللي انا عملته، مش صح القيم، بس كسل بصراحة. يعني انت ممكن تغير بقى في القيم زي ما انت عايز، ممكن تغير في 30، تغير في النص، يعني مثلا اضغط اي اي عشان يجيب الاكسبريشن، وهخلي مثلا 0.3 ولا حاجة. اللايت التاني مثلا اي اي، وهخلي دي مثلا تبقى 70، كفاية قوي كده تمام. وكليك هنلاقيها بتتحرك للمنظر ده. ممكن اعمل حاجه بقى ظريفه جدا كمان، ممكن ناخد اللايت رقم 5 ده كنترول دي اوتوماتيك بلكسس هياخده لوحده، وناخد ده لبره كده. في واحد شاطر اهو بيقول لي يا باشمهندس بس كده احنا غيرنا ايه؟ غيرنا السيرش اريا، يعني هنروح هنا الماكسيمم ديستانس لازم تكبر علشان يبقى في كونكشنز زي دي. اما ده فانا هاخده فوق كده عشان تبقى السين بتاعتي متقفله خطوط. هي الفكره ان انا عايز اشبع السين تمام بالمنظر ده. يعني انا حطيت اللايتس وبعد كده انا احط اللي انا عايزه. بعد كده كليك بقى هنلاقيها بالشكل ده. طيب نعمل حاجه اظرف، كنترول واي، ودي هنسميها او اف اختصار اوبتيكال فليرز، ونعمل كنترول مسافه، وهعمل اوب Optical flares، right click، add to favorites. ببساطة source type بدل ما هو 2D هخليه track lights. تتتتم السين ولعت بقت solid disco تمام. يعني نسيبها كده؟ لا. وزي ما قلت الوان اللايت كان عليها عامل كبير جدا في الاوبتيكال فلير. اروح لاوبشنز، من اوبشنز طبعا انا رافع لكم اوبتيكال فلير بالبريسيتس بتاعكم، ومعلش عذرا للصوت بصراحه لان انا بحاول اتكلم بسرعه علشان ما كحش، لان واحد عنده برد معانا بالله ربنا. لكن المهم هروح هنا لمثلا في اي بريسيت، معرفش فيها ايه اصلا، فيها شويه بريسيت. ارجع هنا تاني واروح نتورك بريسيتس، مش بريسيتس، لايتس كوم، مش عارف ايه. دي ظريفه، دي ممكن ناخد فيها البريسيتايه دي، او ممكن ناخد البريسيت الجميله دي ومعاني كي. هنيجي هنا وكل اللي هعمله بس ان انا هصغر السكيل، اخليه مثلا بتاع 40 تمام، اخليه مثلا 25. اللايتنس اخليها 200 هتولع تمام، حاجه بشكل كده. منظر اللايت مش حلو، كنترول شيفت اتش، او ان احنا ناخد اللايتس دي كلها ونعمل لها اخفاء، لكن بلكسس هيروح تمام كده. كنترول شيفت اتش عشان نشيل دول، هنلاقي الدنيا معانا عامله كده. كنترول واي، اسف، كنترول الت واي عشان نحط ادجستمنت لاير، وكنترول مع المسافه عشان نحط كيرفز تمام. وناخد كده شويه، وناخد كده شويه. نروح للاوبتيكال فلير واروح هنا على اوبشنز، هنا البلند مود بتاعه سكرين، هقول له اد. بقت بالمنظر ده، بما انها بقت بالمنظر ده ف
فمش عايز يبقى فيه كونتراست عالي قوي عشان ما اخسرش الفولو بتاع اللايت حاجه بالشكل دي. هتبقى باك جراوند دي. اذا هاجي هنا تبقى دي باك جراوند. الواضح ان هنا هنروح نقلل كمان في الاو اف عشان ما نداريش على الديزاين الاصلي. هنخلي دي 100 عشان الديزاين بتاعنا ما يروحش. لو رحنا كده للاخر هنلاقي الديزاين بتاعنا بالشكل ده. لو انت مش حابب ان اللايت هو اللي بقى متحكم في الالوان بتاع الفليرز، انا ممكن اقول له هنا في هنا يوز لايت كولر، هقول له لا وابتكر كده هتبقى احسن. في هنا يوز سكيل فروم انتنسيتي، ياخد السكيل بتاعه من الانتنسيتي بتاعت اللايت، ودي برضه لا. هنا يوز لايت انتنسيتي برضه لا. تمام كده كده احنا اللايت انتنسيتي بتاعنا 100 فمش هتفرق. هاخد البرسيل دي ازرق. لا في واحده ثانيه بس من غير ده تشيل. الشكل اللي احنا شايفينه واضح ان الخطوط اتشالت. هعمل ده اد. تمام الاهم من ده وده رندر اون ترانسبيرنت. حد خد باله انا لسه عندي الفا؟ انتوا عارفين معنى كده ايه؟ معنى كده انا هعمل كنترول واي وهعمل دي اسميها بي جي وهقوم عامل كده واجيب جريديانت رامب واخلي جريديانت رامب ده راديال واسيب دي اسود واخلي دي لون افتح من الاسود سنايه بسيطه. كنترول شيفت اتش لان ما كانش طالع المقابض بتاعه الهاندل، انا هسولو دي. تمام وانا كل اللي عايزه ان اعكس الكالرز سواب لايتس واخد دي تبقى بيه الشكل كده تبقى جايه من الجنب كده شويه. ممكن دي سنه بس. تمام لو جيت عملت كده هلاقي الباك جراوند بتاعي بالشكل ده. لو رحنا الهاي تك هنلاقي الباك جراوند احسن كتير قوي من الاول. نزود كمان إليمنت واحد بس. تمام اللي هو عايز اعمل ابستراكت لاينز وابستراكت دوتس في الباك جراوند عشان تدي شكل وتدي منظر ظريف. عشان على فكره انا هعمل كمان فور جراوند، يعني هعمل باك جراوند وهعمل كمان فور جراوند. طيب اللي احنا هنعمله هنعمل كنترول 1 هنعمل ليه ثاني. وبصراحه لا انا مش هتعلمها. هروح هنا لاد جيومتري وهقول المره دي اد بريمتيف. بريمتيف يعني بيكسل هيحط لنا يا اما كيوب يا اما سكيل. انا عندي كيوب تمام مكتوب. لو انا جيت عملت لكم فولو للهير دي ده منظر الكيوب اللي بيكسل حطه. تمام طبعا لو انا رحت كده بخلي بالنا بقى بيكسل بريمتيفز اوبجكت ولايف مش عارف ايه 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 هتبقى مشكله. فانا هاجي هنا على بيكسل لاين ريندر. تمام وهضغط كليك ماشي وهكتب هنا لايت كونكشن لايت كونكشن. هنا ده اللايت بوينت كده كده على فكره انا مش هحتاج البوينت ريندر. انا مش هحتاج لو انتوا خدتوا بالكم هو قفل القفل بتاع البوكس كده. فانا هخليه طبعا هو لما اشيل الصوله ترجع زي ما كانت. بس هنا لو خدنا بالنا لو احنا شلنا البريمتيف هو في حاجه حصلت
زي ما شايفين بين اللايت. عارفين ليه؟ لان لما احنا نزلنا البوكس الخطوط بتاعه اللايت اتلخبطت. هو بلكسس كده كده هيعمل كونكت بين اي بوينت موجوده عنده. طب عشان نفصل الموضوع ده احسن تعال ناخدها في جزء واحده في المحاضره اللي جايه.